السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طلاب وطالبات التعليم المستمر الصف الثاني، حياكم الله مع درس من دروس مادة لغتي. موضوع الدرس إثراءات. ننتقل إلى أهداف الدرس: أن يميز الطالب والطالبة بين الجملة المثبتة والجملة المنفية، أن يستخدم الطالب والطالبة أدوات النفي لنفي الجمل، أن يشارك الطالب والطالبة في حل التدريبات. نستعد، نقرأ النص قراءة صامتة لنتمكن من حل التدريبات. أحسنتم. إذن ننتقل، نقرأ، نحدد الإجابة الصحيحة من بين الخيارات. النص السابق يتحدث عن، نفكر، هل كان اللعب في الحديقة أم عن الظلام؟ نفكر. نعم أحسنت، يتحدث عن الظل. بارك الله في الجميع. ما سبب خروج ظافر من المنزل؟ نحدد من بين الخيارات: اللعب، القراءة، الذهاب إلى السوق. أحسنت، إذن للعب. بارك الله في الجميع. نكمل، نسترجع وقت اللعب في الحديقة، متى كان؟ هل في الصباح، وقت العصر، في الليل؟ أحسنت، نعم كان في الليل. هنا ما رأيك في دقة ملاحظة الظافر؟ لاحظ الظل وأن الأشياء يكون لها ظل، فما رأيك؟ أم لم يلاحظ؟ أحسنت، نعم كان دقيق الملاحظة وبدأ يفكر ويتساءل عن ظل الأشياء، أصبح يحرك الأشياء ويراقب كيف يكون الظل. نسترجع أنواع الجمل، هيا نفكر أنواع الجمل. أحسنت، إذن جملة اسمية وجملة فعلية. وما هي الجملة الفعلية؟ نعم أحسنتي، هي التي تبدأ بفعل، والجملة الاسمية هي التي تبدأ باسم. إذن جملة فعلية
وهي الجملة التي تبدأ بفعل جملة اسمية، وهي الجملة التي تبدأ باسم. نسترجع، نقرأ قراءة صامتة. ما معنى جملة مثبتة؟ جملة منفية؟ نسترجع أدوات النفي. أحسنتم. إذن ما هي الجملة المثبتة؟ نعم، إذا كان الحدث في الجملة قد ثبت وتحقق سميت جملة مثبتة. إذا كان الحدث في الجملة تحقق وثبت فهي جملة مثبتة، وجملة منفية منفية بمعنى هل تحقق الحدث؟ نفكر. أحسنت، لا، لم يتحقق الحدث، لهذا سميت منفية. لماذا؟ لأن الحدث لم يتحقق. أدوات النفي، نسترجع: ليس، لم، ما، لن. حسنا، هناك أدوات نفي للجملة الفعلية وأدوات نفي للجملة الاسمية. نسترجع أدوات النفي للجملة الفعلية وأدوات النفي للجملة الاسمية بما أنفي الجملة الفعلية. نعم، أحسنت. إذن للجملة الفعلية أنفي لا، لم، لن، ما. أدوات نفي الجملة الفعلية. الجملة الاسمية ليس، ليست. إذن أقرأ جيدا حتى أتمكن من حل التدريب. إذن أنفي الجملة الفعلية بماذا؟ أحسنت، لا، لم، لن، ما. والجملة الاسمية؟ أحسنت، نعم، ليس، ليست. ننطلق، نقرأ التدريب. أنفي الجمل. أحسنت. إذن أنفي الجمل التالية
المطلوب أن أستخدم أدوات النفي ليس، لم، لن. هنا ملاحظة، أقرأ جيدا. أنفي الجملة الفعلية بماذا؟ بلم ولن. الجملة الإسمية، إذن أنفي الجملة الإسمية بليس. ثم بعد ذلك طلب ملاحظة حركة الفعل الذي يلي لم لن، وحركة الاسمين بعده ليس في الجملة الإسمية. إذا أتبع الخطوات في حل التدريب، أنفي الجملة الفعلية بلم ولن، الجملة الإسمية بليس، ألاحظ حركة وأضبط الفعل بعده لم لن، وكذلك الاسمين بعد ليس في الجملة الإسمية. إذن الطريق سهلا. نلاحظ الجملة، نحدد نوع الجملة، نتساءل هل هي جملة اسمية، جملة فعلية، حتى استخدم أداة النفي المناسبة. الطريق بما بدأت، نفكر، أحسنت، نعم، بدأت باسم. الطريق سهلا. إذا لنفي الجملة الإسمية أستخدم أحسنتم، نعم، ليس، أستخدم ليس الطريق سهلا. ملاحظة حركة الإسمين، نشاهد هنا الطريق اسم ليس مرفوع، سهلا خبر ليس منصوب. بارك الله في الجميع. ننتقل، ينتصر الأعداء. نلاحظ نوع الجملة، ما نوع الجملة؟ بدأت بفعل، بدأت باسم. نفكر، ينتصر، نفكر، نعم، أحسنت. إذن جملة فعلية بدأت بفعل، جملة فعلية بدأت بفعل. لنفي الجملة الفعلية نستخدم لم، لن، الأداة المناسبة. نفكر، أحسنت، نعم، لن، لن ينتصر الأعداء. ألاحظ حركة الفعل لن، أحسنت، تنصب الفعل. بارك الله في الجميع. هيا نكمل، يسافر أخي أمس. نوع الجملة اسمية فعلية. أفكر، نعم، أحسنت. إذن جملة فعلية، أستخدم أداة نفي الجملة الفعلية لم، لن، وألاحظ حركة الفعل. أحسنت، لم، بارك الله فيك، لم يسافر. نلاحظ هنا مجزوم بالسكون لأن لم تجزم الفعل. نكمل،
يتمكن سامر من السيطرة على الدراجة. إذن نوع الجملة، أحسنت، جملة فعلية، ما المناسب؟ لن، لم، وألاحظ حركة الفعل. إذن أدون، أحسنت، لم، أدون لم. نلاحظ أن الفعل هنا مجزوم، لم تجزم الفعل، وعلامة جزمه السكون. نلاحظ هنا يمارس سامر الألعاب البهلوانية بدراجته. إذن جملة، ما نوع الجملة؟ بدأت بماذا؟ أحسنت، بفعل. أختار ماذا؟ ألاحظ هنا حركة الفعل، الأداة التي تنصب الفعل. أحسنت، لن. الحادث خطيرا. إذن نوع الجملة، نعم جملة اسمية. إذن ليس الحادث خطير. بارك الله في الجميع. نكمل. المطلوب أن أحدد نوع الجملة. إن كانت جملة مثبتة أو جملة منفية. دودة القز تصنع الحرير. أفكر. أحسنت، جملة مثبتة. نلاحظ هنا أن الحدث تحقق، كذلك لا يوجد هنا أداة نفي، فهي جملة مثبتة. لن ألوث بيئتي. إذن نوع الجملة، أتأمل جيدا. أحسنت، جملة منفية، لم يتحقق الحدث، وهنا أداة من أدوات نفي الجملة، لن. النظافة أيسر طريقة للتخلص من الجراثيم. نوع الجملة، أحسنت، نعم جملة مثبتة، حيث أن الحدث تحقق ولا توجد هنا أداة من أدوات النفي. نكمل. أقرأ المطلوب تحويل الجمل المثبتة إلى جمل منفية. إذن غابت الشمس ونزل المطر. نوع الجملة، أحسنت، مثبتة، حيث تحقق الحدث. الآن حول الجملة إلى منفية. استخدم أداة من أدوات النفي. نعم، أحسنت، ما غابت الشمس وما نزل المطر. هنا ليست الرياح قوية وما اقتلعت الأشجار. الجملة هنا، نوع الجملة، نلاحظ ليست، ما، إذن جملة منفية. حول الجملة إلى جملة مثبتة. أحسنت، الرياح قوية واقتلعت الأشجار. بارك الله في الجميع. إلى هنا انتهى الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.